موجود الخير. موجود الخير تبارك الله. دخلت ديال برا ما دخلاش. قالك شي حبايب غادي له. لاباس اخويا عبد الكريم بخير. لاباس عليك كي داير؟ لاباس بخير. كي داير اخويا؟ بخير. انا اخويا داكشي مليح. 1600 صاحبي 80 درهم اخويا وحاجه مزيانه. مرحبا. دير المرضي بخير. ديما البلدية اخويا ديما. كي داير اخويا؟ بخير الله يبارك فيك اودي سيدي عبد الكريم. انا سيدي عبد الكريم. ها لحما داكشي حاجه مزيانه. مرحبا. اخويا السومه اخويا كاينه السومه مع هاد العواشر اخويا مزيوده. دابا هاد العجله البلديه مطلوبه في السوق. مطلوبه في السوق. الناس باغيين يعيدوا بها تيبرعوا عليها بزاف. نسولك نيت على حساب الثمن ديالها شحال مشريه بحال هادي؟ اخويا مشريه 190 الف. 190 190 190 اخويا يعني 1000 درهم و500. اييه دابا هاد ليا المرك ديالها اخويا. هادي ديال المرابطه. مرابطه ناقص اخويا. الناس مدهيه مع المشرى ديال العيد. تيشريو الناس في الحواله والخربان حوليات. الناس مدهيه. دابا باقي السوق شويه ما تعمرش. درك شويه باقي تيطلق الناس من الرحب عاد تيجيو. يعني تيتعطل شويه. وتيتعطل شويه البيع اخويا. دابا من 11 ونص الله عاد تيبدا البيع. الله يجيب لكم. اللهم امين. ودي سي عبد الكريم بارك الله فيك. الله يحفظك اخويا. دي سي جمال. السلام عليكم. دس جمال بخير. شحال داير هاد الخير اليوم؟ 80 درهم. ايما دايرين 80 درهم قول مليح تبارك الله. شحال داير هاد النقيه اليوم؟ شحال؟ 13 65. مرحبا سيدي. انا واش حال داير الشيء سي مصطفى؟ الشيء حبيبي السلام عليكم. بخير. الشيء اخويا داير 13 من 14. 70 درهم. الله يحفظك سي مصطفى. الله يبارك فيك. والتقالية؟ التقالية اخويا دايرة 750 800. 750 800. ما تقالش منه بحال وجوههم. والحمر الراس؟ الحمر الراس؟ الحمر الراس اخويا داير 60 درهم. 60 درهم. ولكن داكشي المليح والنقاط. لا معروف سي مصطفى. حاجة إلا كانت مليحة وزوينة تبارك الله تيدوز داكشي زوين. ياك. والسلعة تبارك الله وجدت الحمد لله. الحمد لله. هذه زوينة الخير موجود. مرحبا. الحمد لله. الحمد لله هي موجود الصحة خير موجود. الحمد لله. قاعد عندنا والله ما سيدي ربي يطيح بالزوف الرحمة. امين. هذه راه زوينة. الحمد لله. دخل المغرب دخل وخذ راه تبارك الله علاش؟ ياك. لا بغا يسقم. راس طويلة. شحال بيع فواد؟ والله. 41. فواد ما معاونش هاد السيمانة. أنا كاتبلها. فواد ما معاونش هاد السيمانة. فواد لا. منين المرقدة سي سعيد مليحة؟ 10 كيلو في الميزان. منين المرقدة سعيد؟ منين هذا المرقد؟ عام من هنا؟ مليح تبارك الله. مليح.
يحكينو الثمن كي 80 درهم ياك 80 درهم على العصفور ياك الله يحفظك كي دايره السغليفة بخير لاباس الله يبارك الله يحفظك اشحال دايره السومه اليوم شحال دايره السومه اليوم 80 درهم شرا تيبان مليح تبارك الله شنو بغي الحق راه بزاف الثمن ياك ايوا اوكي ما تعب الصح لا لا داك الشيء ما نهضروش ايوا واش مرقد هادي يا خليفه هو الشريف في الصور ما عرفتيش مرقد ديال اش البلاصه هادي قريا اي تحيا ما تحيا عندهم مرقد زوين بيض والله يجيب لك التيسير يا ربي امين الله يحفظك باي وراك جيت معاه قدقد قدقد والله الا جيت معاه قدقد اللي ما ياكل اللي ما يدير مليح وياكل مليح الله يعطيه بالريح على زميم ياك ايوا الله سير الله شحال هاد المليحه رشيد اليوم اليوم 80 درهم اليوم راح شويه لعبه طلعت شويه طلعت اوكي قالوا لي سيدي هادشي راه غادي ينزل ساعات شي ما نزلوا لنا والو قول لي كيما جات نجيو معاها لا اله الا الله محمد رسول الله هذاك الشيء اللي كاين نجيبو المليح للجواد لا لا مليح تبارك الله كاين المليح مليح البلدي اييه غادي ندير ما سيدي 16 اياك يا عشرة ندر مورغش بيت300 400000 مرقد ديال عام من هنا قلعة سميتو منين كلا دكالة الله يبارك السلعة مليحة تبارك الله لا مليح تبارك الله سيبو عليا ديالنا تا هو ياك عبد الحميد ديالنا ياك ها واشي مليح مرحبا ما نعرفوش الهضره يتهلا فيك بعدا لا لا مزيان عمراتها والله الا راجل مزيان تيت مليح ها اللي باينه راه باينه ديما تنصيب عدو تانا المليح فين ما جيت ديما فين ما تنصيب المليح والله يجيب لك التيسير الله يحفظك دير بخير الله يبارك فيك الله يبارك فيك تلي تحبي داك الشيء وانا راه ريوض شحال داير المعز اليوم يا خويا عاودك يوم تعاودك المعز اليوم داير 18 17 ويوم هذا الى اخره داك الشيء اللي كاين بالنسبه للحمر راس الحمر راس اخويا 12 100 70 درهم يلا الله يعاونكم اليوم درنا دوزه خفيفه سمعتيني درنا واحد دوزه خفيفه وغادي نمشيو على المليح راه كاين اخويا هذاك الشيء اللي كاين مره اخرى ويكون عندنا الوقت نريحو ثاني معاهم هنا الله يحفظك الله يعاون الله هذا الاخ سعد مرحبا بارك الله فيك سعد الكريم لاحظ بارك الله فيك انا ممتش مرحبا مرحبا بكم عبد السعيد الشوي مرحبا يا سيدي بارك الله على سعد انا تدخلوا عندك تيك توك ياك سعيد عطيهم العنوان عطيهم سعيد سعد
سعيد سعد دخلوا عنده التيك توك راه كيدير داكشي ديال القسبان ياك. تحيه للجميع، مرحبا، واش ربكم والله حفظك بخير الاخوان. اه نعم.